مرحبا أيها اللطفاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وأحوالكم جيدة. عواشركم مبروكة، رمضان على الأبواب، نتمنى يدخل لكم بالصحة والخير والسلامة وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. جيت اليوم وما جيش بيدي يا خوين، جبت لكم معايا تحلية اللي ممكن نقولوا لها رمضانية بامتياز. كتشد مزيان إلا كليناها في السحور، مع أنها خفيفة ولكن يعني كتخلي المعدة شبعانة لمدة طويلة، خفيفة ولذيذة وكتحضر في دقائق، والأكثر من هذا أنها غنية وبنينة بزاف. ما كترش عليكم، يلا نشوفوا كيفاش غنصوبوا هاد التحلية. أول حاجة غنحتاجوها هي بذور الشيا، اللي معروفين أنهم مغذيين جدا، غادي تلقاوهم في المحلة التجارية الكبيرة وحتى عند العطار المفروض تهوى عنده. التحلية كنصوبوها بالحليب، يقدر من الأفضل تستعملوا الحليب النباتي إلا بغيتوا يكون هذه التحلية من غير لاكتوز، فمن الأفضل تستعملوا حليب اللوز ولا لافوان ولا أي نوع من الحليب، ولا ديال الكوكو حتى هو كيعطيها نسمة رائعة. أنا كان عندي غير الحليب العادي، دونك استعملت الحليب، وغادي يكون الحليب عفوا بارد يعني عادي، ماشي سخون ماشي دافي، الحليب من الثلاجة. وغادي نزيد عليه لكل كأس ديال الحليب كأس ديال العنبة، غنزيد عليه 3 معالق كبار ديال الشيا. درت أنا 3 الكيسان، يعني عندنا 9 ديال المعالق أو 9 معالق ديال الشيا، هذا هو العبار. دونك غادي نخلطوه مباشرة مزيان مزيان باش ما يلصقش مع بعضياته ويدير بحال أن باتي. دونك غادي نخلطوه يعني بحيوية كما كتشوفوا معايا. من الافضل هاد التحليه نصاوبوها مثلا الا غناخذوها للسحور، نصاوبوها فوقيت الفطور، ولا غنديروها الفطور يعني نصاوبوها في الصباح ونخليوها في الثلاجه على خطرها. باش نديروا لها نزيدوا لها السكر ولا الحلاوه، ممكن تزيدوا السكر الاسمر او العسل ولا السكر العادي نتوما اللي بغيتوا، ولكن من الافضل العسل لانه مغذي اكثر والفائده ديالو اكثر من السكر الابيض. تحلية على حسب انتم شحال بغيتو، انا درت 2 معلقات صغار ومهم ذوقوا. ممكن تزيدوا كذلك شوكولات، ممكن تزيدوا الفاني، تزيدوا مزهر، مهم واحد هذه التحلية اللي ممكن تصوبوها يعني ب100 طريقة وطريقة، يعني خليوا لراسكم تلقوا لراسكم العنان باش ديروا النكهات اللي عزيزين عليكم وداكشي اللي كيعجبكم. دونك غنخلطوا العسل مزيان باش ما يبقاش يطيح غير لتحت، بما ان الحليب بارد يعني غنخلطوه حتى يذوب وندوقو. الى هو هذاك غادي نحطوها ديريكتومون في الثلاجه لمده ساعه، وإلا ما كنتوش مزروبين كما قلت لكم من الافضل نصوبوها يعني الليله قبل ولا الصباح باش ناخذوها يعني ناكلوها بالليل. الوغ شنو غادي يوقع لهاد بذور الشيا؟ بما اننا غنحطوها في الحليب فهي غادي تنفخ وغادي تطلق ماده لزجه واللي غادي تشرب الحليب وغتعطي واحد بحال كاين جيلاتين فيها، هي نباتيه هكا دايره بحال لي بذور الكتان، حتى هما شفتوا لا كديرهم في الماء حتى هما كيطلقوا واحد الماده لزجه، غير هما بذور الكتان ما كيتنفخوش، بذور ديال الشيا كيتنفخوا وكيعطيو واحد المذاق زوين بزاف. واخيرا وصلنا للمرحله الاخيره اللي هي التزيين، اللي كيبقى كما قلت لكم في الاول اختياري، نتوما لكم حق اختيار شنو بغيتو شنو كتفضلوا، انا غادي نعطيكم غير بعض الافكار والباقي عليكم. هذه هي النتيجه ديالنا، انا خليتها ساعه فقط في الثلاجه لانني كنت مزروبه نكمل الفيديو، ولكن خليتها اكثر غتعطيكم قوام يعني عاقد اكثر من هكذا. ومباشرة غادي نقوم بالتزيين. أول حاجة درت أنا درت قاعدة من مربى المندرين اللي كنت مصابته في الدار، ممكن تستعملوا أي نوع من المندرين من المربى عفوا. بديت كندوخ أنا مازال ما وصلش رمضان، فممكن كذلك أنكم ديروا شيا مع الحليب من دون عسل ولا سكر وتكتفيوا غير بالتحلية ديال المربى ولا ديال الفواكه. وانا الثانية غادي نديرها بمربى المرتي، وخليكم معايا تابعوا معايا التزيين.
الكأس الثالث درت ليه قاعدة ديال الموز لتحت، من بعد زدت عليه الخليط ديالنا، ومن بعد زدت عليه رقائق ديال الموز كذلك اللي كما كتشوفوا يعني ما كيطيحوش ما كيدخلوش لداخل، لان الخليط ديال الشيا مع الحليب كيكون القوام ديالو ثقيل، فاش كديروا الفواكه ولا الفواكه الجافه راه ما كيدخلوش لداخل ما كيغرقوش يعني وسط منها. وهذه الاخيره كاس الاخير غنضيف عليه المكسرات والكرومبري. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وضفت لكم حاجه جديده للمائده ديالكم اللي نتمنى تعجبكم بزاف. والا كانت بودور شيا عندهم شي سميه اخرى في الدول ديالكم ولا في المدن ديالكم قولوا لي حتى انا كنعرف غير هذه السميه. ورمضان كريم مره اخرى وشكرا جزيلا.